بالبداية نذكركم بطريقة التواصل ويانا عن طريق التليجرام ورقم الظهر أسفل الشاشة. اللي يحب يتواصل ويانا من خلال هذا الرقم يرسل رسالة مختصرة بها المعلومات الكاملة حتى احنا نقدر نوصلها للجهات المعنية. مثل ما دائما ننوه أيضا من الملاحظات المهمة، لا نرد على الرسائل كتابة، فقط نقرأها وقت بث البرنامج. كل الآراء وكل الأسماء وكل الشكاوى التي تطرح هي تعبر عن رأي أصحابها، لا تعبر بالضرورة عن رأي أهل المدينة ولا الشرقية. راح نبدي مشوارنا مثل ما الكل اليوم ينتظر بعد أن نشرنا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم عندنا قصة الطفلة شيلان التي شغلت بال الكثير، واللي على مدى الأسبوعين الماضيين وصلتنا المئات من الرسائل والمناشدات وللسؤال والاستفسار عن الطفلة شيلان. لم يكن الاهتمام فقط عراقيا أو محليا وإنما عربيا وعالميا، وصلتنا يعني رسائل بالمئات تسأل عن الطفلة شيلان. حتى المقطع انتشر بشكل كبير بين الدول العربية، وهناك الكثير حتى من طلب التبني والمساعدة من دول العربية والعالمية، ولحد اليوم هناك الكثير من الرسائل وصلت لنا تسأل عن حال الطفلة شيلان. احنا على مدى الأسبوعين لم نترك الطفلة، وإنما كنا يوميا نتواصل من خلال مراسلنا سلام، ويروح يزورها ويطمن عليها في المستشفى، وكنا متابعين أول بأول حالتها الصحية. ومثل ما جاي يشاهدون هذه كانت اللقطات في الأيام السابقة، كيف إحنا كنا نزورها في المستشفى حتى نطمن عليها وعلى وضعها وعلى حالتها الصحية. وبالمقابل أيضا كنا على تواصل مع والدتها حتى نشوف أيضا يعني كيف حالتها ووضعها الصحي. وبنفس الوقت أيضا إحنا كنا نبحث عن عائلتها، يعني إحنا كنا على أكثر من طرف نحاول حتى نوصل إلى حل للطفلة شيلان، حتى إحنا نقدر نرجع ونلم الشمل مرة أخرى. هذا مثل ما جاي تتابعون، هكذا كانت طفلة شيلان، هكذا كان وضعها في المستشفى، وهكذا كان هناك الأطباء كانوا يعني حريصين جدا على صحتها وعلى تغذيتها وعلى وضعها بشكل عام. هذا ما جاي إحنا جاي نشوفه. وفي الوقت نفسه احنا عرضنا ايضا يعني توصلنا الى زوجها السابق، وايضا حكينا لنا القصه وابنها يعني اللي هو كان من زوجها السابق، وحاولنا من خلاله ان نوصل الى اطراف الى عائلتها، الى ان اخر شيء انه عائلتها قد فعلا شافوها على الشرقيه وبرنامج اهل المدينه وتواصلوا ويانا، واستطعنا انه ايضا نوصل لهم الى ان يعني نلم الشمل. اليوم احنا عندنا نهايه القصه، قصة الطفلة شيلان وكيف عادت إلى أحضان والدتها وعائلتها. ولكل من يسأل عن شيلان، لكل من يسأل عن وضعها، وحتى عن يعني عن الأم زهرة، كثير من الناس سألت. اليوم راح نشوف احنا نهاية القصة، ونوعدكم انه راح نبقى احنا متابعين شيلان حتى وان هي يعني رجعت إلى أحضان والدتها، لكن راح نبقى احنا متابعين لأنه اكيد كثير من الناس راح يبقون يفكرون بشيلان وقصتها. طبعا الكل يتفاجئ بين شنو اليوم اللي يجري في مستشفى كركوك، يعني مستشفى ازادي التعليمي في كركوك. هذه زهره وهذه ام زهره. زهره لو زهراء؟ لا زهره. زهره. نعم. وهذه امك؟ نعم. ذاك اخوي. واهلها موجودين وجماعه الاسايش الشرطه يعني الامن المستشفى الازادي موجودين. هذه هي اللحظه الحاسمه بقصه زهره. زهرة اللي كانت يعني لها قصة، وكل يعني تداولها بمواقع التواصل بان كانت تضرب يعني الطفلة بنتها بضرب يعني ما حد يعني تقول عندي اعصاب. زهرة شلونك؟ الحمد لله. شلون صحتك؟ زين. هسه شلون وضعك؟ زين الحمد لله شوي. زين؟ اي شوي احسن مثل قبل. احس يعني صحتك شوي ارتاحت يعني؟ اي طبعا ما طول شفت اهلي ورجعت يومها. هسه هذه امك؟ نعم. تعرفينها؟ شلون ما اعرفها، امي استاذ. أمك؟ إي. فرحانة؟ الحمد لله. بنتك وينها؟ هنا بالخدة. بعدك ما شايفتها لحد الآن؟ لحد الآن ما شفتها. بعد ما شايفتها؟ لا والله. راح تسلمينها؟ إن شاء الله. إن شاء الله ويرضى عليكم إن شاء الله. الله يسمع من حلقك أستاذ. أهلاً وسهلاً، الله يخليك. أنت أم زهرة؟ نعم. أنت ببغداد؟ نعم. إي. وين ببغداد؟ سبع البور. سبع البور. بالتاجي. بالتاجي. نعم. احكي لي قصة زهرة، شلون من يمتى راحت عندكم وش سنة صار لها؟ من راح صار لها 10 سنين. 10 سنين؟ دورنا وخمينا رعاية الايتام كلها افترينا عليها ما لقيناها. وشلون بعدين شفناها بالشرقية جينا نركض عليها.
يعني مين شفتوها برنامج اهل المدينه بشرقيه عرفتوها؟ نعم نعم. اي زين ما قلتوا هاي شو وداها الكركوك شو راح؟ وهم حكينا قلنا تجابه هاي، قالوا احنا عمي لقيناها وجبناها. زين وخلف الله عليكم ويستر عليكم ويعطيكم العافيه والصحه بجاه الحسين. الله يحفظك ان شاء الله. الطفله ايش راح تكون شيلان، ايش راح يكون مصيرها؟ عندنا الصيف. انت تستلمينها؟ نعم. بامر قاضي بان انت تستلمينها؟ اي هو ناخذها ونروح للبيت. اقول لك ناخذها ونروح للبيت. طيب انا اللي عرفت عندكم حاله نفسيه من يعني هي وراثيه. والله هم اربعه. اربعه؟ نعم. بنات؟ اي اربع ولد. ثلاث بنات، اثنين ولد وبنيه. حاله نفسيه؟ نعم نعم. بس احنا في انتظار لحظه الدخول الى مصيفه. كاك شيرزاد عيني كاك شيرزاد يعني احنا نشكركم ونشكر يعني تعاونكم ويانا، وهذا يعني جهد يعني بهاي لحظه تسليم الطفله الى اهلها، وهذا غايه يعني كانت يعني قناه الشرقيه وبرنامج اهل المدينه ان نوصل لمصير هذه الطفله ايش راح يكون، والحمد لله وصلنا الى يعني حل بان تسلم الى اهلها الحقيقيين. نعم تفضل خلينا هم يتامى جهال كلهم. صار لي يوم انا اتحلم بها سلم ما انا زوجك السابق اللي هو طريقك اي اسمه محمد مو؟ نعم استاذي. وين هو؟ بغداد بالوسفيه. مو بغداد هو طلع بكربله. كربله كربله هسه طالع كربله. نعم. همين من الزوج هو فضل علي. علي ابنك مو؟ اي علي. مشتاق له علي؟ والله صار لي قد ما شافته استاذ 15 سنه ما شافه. نعم 15 سنه ما شافه ابنك ابد، بس هاي البنيه كانت عندي. شو تقولين لعلي؟ شو توديه له رساله؟ والله ما ادري شو تقولي له. ما اعرف استاذ شو اقول له. ما مشتاقه تقولي لي مشتاقه لك؟ طبعا. طبعا تشتاق لبنها وتحبها وهذه بدها. بس اقول لك هذاك اليوم جاي نم اهلي قال وين امي؟ احس يعني حتى انا نسيت شوي مرتاحه احسن من احسن ما شفناك بالبدايه. كنت خايفه والله قبل. احسن. ها؟ احسن من جيت من بالتلفون لقيتوني نايمه انا اقول لك من جيتوني ولقيتوني نايمه انا وبنتي خايفه. يعني انت تذكرين؟ اي طبعا اتذكر. تذكرين انا جيت عليك بالليل؟ طبعا انت والاخ. بعدين اخذوك بالاسعاف للمستشفى. اي بنتك. نعم. تذكرين؟ يعني وضعها يعني زين مو؟ اي لا كل زين ممتازه والله. يعني تتذكر تتذكر مو؟ اي اي نعم. اي كل زينه، بس هي ما ادري بها انا من شفتها بالشاشه مال التلفزيون بالشرقيه قلت لهم هاي جدتي وجينا ركب. 10 سنوات اي نعم. زين 10 سنوات انت وين وين قضيتيها؟ والله بس كفيله كلها. اي والله. اي بالسوق. انت تتركين اهلك؟ ترى اذا تركتي اهلك هم نرجع نرجعك وهم نطلعك بشرقيه. عفوا نقفل البيبان كفيلك الله نقفل الباب. لا وين تروحين؟ تروحين بالبصره نلحقك، تروحين الاربي نلحقك، تروحين عمي ما راح اخذي لي هذا كفيلك الله ما راح اخذي ما طلقت اللي قدامي بعد ما اعرفهم من وين لينا. فرحانه؟ طبعا. اي والله شلون امها هاي؟ طبعا اقول لك امها هاي. ليش تبكين؟ ليش البكي هذا؟ طبعا غير بناتي تعب قلبي ذني ابوهم راح امه قلبي. اقول لك من غير اللحمه ودمها شلون ما نقدر نعوف امه؟ ليش الدموع هذه؟ ليش؟ يعني ليش ما بكيتي على بنتك من ضربتيها؟ اعصاب الله كانت عندي حاله نفسيه أصاب. عندي والله سالف عصبيه عصبيه. عندن وعرفت شو التعب وشو التعب.
أول قرار القاضي. الآن محضر تسليم الطفل، محضر تسليم الطفل راح يسلمون الطفل، الطفل شيلان محمد علي زين حاليا بالبدج راح يسلمونها. حاليا راح يسلمونها، مو يعني تسليم رسمي، مو تسليم رسمي، هذا محضر تسليم الطفل. هنا تبصمين حتى تسلمين طفله. انت ما اخذتها الطفل من هنا، عليك يصير مسؤوليه. نفس الوضع ما تغير عندها، ما صار عندها امراض خلال هالفتره، وضعها صحي جيد وبس تنتظر تروح لاهلها. هاي ناقصها، هاي اللحظه هي بس. نعم هاي ناقصها. نعم هاي الغرض مالتها اللي الناس اللي تبرعوا لها بالمستشفى، الناس مشكورين ما قصروا، واهل يعني في الخير ما عافوها. بس احنا نريد من شرطه الاسره يجيبون ام زهره هي الحبوبه حتى تستلم الطفله شيلان. شيلان دكتور، عندك رسالة. نعم. ما هي رسالتك اليوم بخصوص الطفلة شيلان؟ هي هاي الرسالة حبيت أذكرها، يعني دائما اشتريت أقولها، وحضرتكم الشرقية ما قصرتوا، بارك الله بكم ويا الطفلة، هذا واجبنا دائما. الله يسلمك، بارك الله بك. فاللي شي تريد أقوله، احنا يعني الشعب العراقي عانى معاناة من المعاناة، ماكو واحد بهذا الشعب معانا، الكل عانت. أم الطفلة شيلان تعرضت إلى ضغوطات نفسية بحكم هاي الظروف، فإحنا لازم نراعي هذا الشيء. يعني أي واحد، يعني إحنا أنا أداوم بالنسبة إلي بال يعني قسم الحروق، وأكو هواية يعني مثلا يوصلون إلى حالات انتحار، فالضغط النفسي ما يتعدى إلى أنه مثلا الأم تضرب ابنها، ما يتعدى هذا الشيء، يتعدى للانتحار نتيجة المعاناة اللي نشوفها. وهي هم مثل ما تعرفون عانت وسفر وبقت واحده، وهذه فصار عندها ضغط نفسي. 10 سنوات هي متغربه عن اهلها، ما تعرف اهلها، متغربه عن اهلها، وامكانيه الماديه جدا ضعيفه. اي واحد بينا اذا يتعرض من الناس المرفهه اللي يقولون ليش هاي هيك تسوي ببنتها، اي واحد بينا لو يتعرض لهي الظروف احتمال يا يسوي هيك يا يسوي اكثر. فاحنا انا اريد اوصل رسالتي لكل الناس اللي يشوفون هاي الفيديوهات واللي انتشرت على المواقع التواصل الاجتماعي، انه خلي تكون هذا الشيء بناء، خلي نستفاد من هاي الفيديوهات، انه احنا نعالج هاي الاخطاء، نكون هذا يعني من نشوف الفيديو ما ننتقد، ما نقول ليش، لان هذه طفله وراها مستقبل. وش راح يكون مستقبلها؟ بالضبط، طفله وراها مستقبل، وراها دراسه، وراها كليه، وراها زواج، فاحنا ما نريد هذا الشيء يكون نقد لاذع ونقد يمس الطفله. كنا نعرف هاي الطفله ما اختارت امها وابوها، مع ذلك امها خطأت خطا بسيط، انه ضربتها فقط، ضربت الطفله، وهي عندها ضغط نفسي، ان شاء الله تتعالج نفسيا وما يضر عندها اي شيء، والطفله هم سليمه ما عندها اي شيء. فاحنا نريد من هاي الفيديوهات انه فقط نثقف ونوعي العالم، انه ما نريد هاي الحالات تتكرر مهما وصلت بيكم، من ما نريد هاي الحالات تتكرر، مو انما نشيل الفيديوهات ومن نباوع عليهم ونسيء لهم، يعني نسيء لها وهي طفله هيك وهيك. احنا ما نريد الاساءه لاي واحد، يعني ناس معروفين، طفله ما عندها اي عيب، الامايه معروفه مثل ما شفتوها، اوراقها كلها قانونيه رسميه، عندها اهل، عندها خوال، عندها عمال. وسبب التاخير اللي صار هالفتره على مود الطرق والاوضاع، تعرفون احنا الاوضاع التحاليل والفحوصات. نعم، وبالاضافه للتحاليل والفحوصات والاطباء، هاي كلها تاخذ. الحمد لله اليوم انت حسه يعني فرحان. الحمد لله وشكر، فرحنا اهم شيء. الها هسه قبل دا احكي ويا كادر الخدج، كانت شايله الطفله، كانت تبكي شايله بيدي، اقول لهم يا هاي سبحان الله غريزه الطفل، يحب حضن والدته، هاي غريزه الطفل.
من تحطها بحضنك هي ترتاح، تبطل بكي، تبطل اي شيء، هاي غريزه من الله سبحانه وتعالى. فهذا اهم شيء توفر لها. واوجه شكر خاص لقناه الشرقيه اللي تابعوا القضيه، والدكتور قيلان مدير مستشفى ازادي التعليمي، وشكر خاص لجروب الخدج، كادر الخدج، يعني من افضل الكوادر اللي التقيت بهم. اي تخبى لكن ما شايفتها، يقولون عيونها خضر. جت بنت قبل كم يوم عليهم تقول عيونها خضر. نعم دخماتكم بودك، دخماتكم بودك. اسم الله حبيبي، اسم الله الزهر. وين زهرة؟ زهرة ما مشتاقة لبنتك؟ تعال زهرة. طبعا مثل ما تعرفون زهرة شوية تمر بحالة يعني نفسيه، وعندها مرض شويه، مرض اعصاب، فاضطر يعني مجلس القضاء في كركوك ان تسلم طفله شيلان الى حبوبتها. وهذا كل جهد شرطه الاسره وسايج كركوك وصحه كركوك، الكادر الطبي والخدج، الكل يعني كان لهم دور بهذا الموضوع. والحمد لله وشكر يعني تحققنا من خلال برنامج اهل المدينه ان نوصل الى مصير الطفلة شيلان. وصلنا إلى نهاية قصة شيلان. أشكركم ويستر عليكم. ورح تسلمينها إن شاء الله. العائلة يهتمون بالطفل، يرعوا رعاية، لأنه والدته يبين يمكن مو بحالة صحية جيدة، عنده حالة نفسية. أي نعم، عنده حالة صحية نفسية مو جيدة، فيهتمون بها من جديتها أو أبو الوالدة طفلة حتى يرعوا رعاية أبوية جيدة. إن شاء الله. يتمنى ذلك. إن شاء الله. نقيب شيرزاد كلمة. كلمة ولا ما هي يعني فد رسالتك، يعني رسالتك للعائلة. العائلة والله يهتمون بالطفلة، الطفلة والدتها يعني الطفلة لا حول ولا قوة، هي لا حول ولا قوة، والأم ما يهم تعبانة كلش قربان عليها. واحنا نشكركم ان انطيتونا مجال، الله يبارك فيكم. يكبر حدا، لازم يتعب حدا.
وهكذا انتهت قصة شيلان، لكن نوعدكم انه راح نبقى متابعين شيلان ووالدتها. للكثير يعني حاليا ايضا وصلت رسائل انه يعني والدتها زهرة تعاني من حالة نفسية صعبة، فكيف تم تسليم الطفلة إلها؟ هي حاليا تحت وصاية الجدة، يعني أم زهرة تحت حمايتها، وهذا قرار محكمة، قرار قاضي لا يمكن التدخل فيه، لكن هو شاف أنه هي عندها عائلة وعندها أهل وعندها جدة وعندها خوال، فهي يعني تلجأ أو تكون تحت وصايتهم، وحتى يعني زهرة هي تحت وصاية والدتها وأهلها. لكن رغم هذا احنا راح نبقى متابعين شيلان وراح نعرف أخبارها أول بأول، وأي شيء جديد يعني احنا راح نبقى متواصلين، لنعرف انه الكثير من اهل المدينه ولحد الان اكو رسائل يقولون تعلقنا بالطفله شيلان وتعلقنا بهذه القصه ويا ريت دائما تطمنونا عنها. راح نترك قصه شيلان على انه احنا راح نبقى متواصلين مع شيلان واهلها.